أولا أذكركم أن وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجه هي وزارة ناشئة، وكان السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أكد في برنامجه الانتخابي خاصة في بنده 21 على ضرورة انتقال طاقوي. هذا الانتقال الطاقوي ليأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية، وحين أتكلم عن الخصوصيات الوطنية الخصوصيات الاجتماعية والصناعية والمؤهلات وحتى فيما يخص الاستعمال والإنتاج المحروقات الشبكة وشبكة تغطية الوطن بالغاز الطبيعي الذي هو يعتبر من أحسن التغطيات على المستوى العالمي. أكثر من 65% من المنازل هي مرتبطة بالشبكة الغازية، وهذا شيء جميل جدا. كذلك بالنسبة للشبكة الكهربائية 99% تقريبا من المنازل والمنشآت هي مربوطة بالشبكة الكهربائية، لكن عندما ننظر إلى القطر الوطني بشساعته ومساحته تبقى أكثر من 85% لا تصلها الشبكة، وهذه خاصة مناطق فلاحية، مناطق بعيدة عن الشبكة. وهنا تتدخل وزارتنا ونعمل على مثلا على تطوير الفلاحة التي تعد من الاستراتيجيات الوطنية، لأنها تؤدي إلى نجاح مشروع الأمن الغذائي. عندما نتكلم عن الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي والأمن الصحي والأمن البيئي، ذلك أولا بما أنها وزارة ناشئة. حتى فيما يخص هيكلة الوزارة بحد ذاتها، خلال الأشهر الماضية كنا في صدد تنصيب هياكل الوزارة من مديريات ومديريات فرعية، وكل هذه الأطر التي تسير هذه الوزارة هي أطر شابة من مختلف مناطق الوطن، وتعمل بكل إصرار وبكل ما لديها من جهد على إنجاح هذا المشروع. ولذلك ركزنا أولا على إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، اللي هو مشروع الكبير اللي تكلمنا عليه كثيرا، هو مشروع 15,000 ميجاوات، برنامج إلى حدود 2035. وبالموازاة قمنا بتحضير الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة، وقدمنا المسودة الأولى إلى السيد الوزير الأول منذ أسابيع، ونحن في الآن في صدد تحضير ما يسمى بالنموذج، النموذج الطاقوي المبني على التنويع في آفاق 2030-2050. في لهذا نظرة الوزارة نظرة استراتيجية طويلة المدى. ثانيا كذلك نحن في صدد تحذير قانون ما يسمى بقانون الانتقال الطاقوي الذي سوف يرفع للسيد الوزير الأول خلال شهر سبتمبر المقبل، وبعد ذلك يمر عبر البرلمان بغرفتيه، وقد يدرس ويكون هناك تشاور فيما يخص أعضاء البرلمان ليمر كقانون على سائل مفعول نعمل عليه لسنوات عديدة إن شاء الله.
أما الرؤية المستقبلية، الرؤية العملية والمستقبلية، فإن الانتقال الطاقوي هي أولا رافعة للاقتصاد الوطني، خصوصا عندما نتكلم للاقتصاد الوطني الطاقة، فمثلا في الفلاحة، لأجل تطوير الفلاحة لازم تكون هناك طاقة استعمال طاقة لضخ المياه ولكهربة المناطق الفلاحية البعيدة عن الشبكة الكهربائية الكلاسيكية. وهنا نعمل كذلك مع وزارات عديدة في هذا المجال، وزارة الفلاحة طبعا، وزارة المياه والأمن المائي والنقل، ذلك لتعزيز مقدراتها خلال هندسة هذه النماذج الصناعية ذات قدرات كبيرة من الطاقة، كما قلت لتوصيل ولإمداد المناطق أو المساحات البعيدة عن الشبكة الكهربائية، وحتى هذه المناطق هي مستهلكة كثيرا إلى مادة الغازوال، مادة الديزل، اللي هي مكلفة حتى في نقلها. فيما يخص النجاعة الطاقوية هناك برامج كثيرة، برامج فيما يخص العزل الحراري للمساكن، كذلك تحويل السيارات من الوقود إلى غاز المميع. احنا اكملنا البرنامج الاولي، تقريبا وصلنا الى اكثر من 90% تحويل 50,000 سيارة خلال سنة 2022، وسوف ننطلق في البرنامج الثاني الذي يخص 100,000 سيارة. والمهم في كل هذا، عملنا مع شركات شبانية، اكثر من 580 شركة على المستوى الوطني التي قامت، شركة شبانية طبعا، قمنا بتأطيرهما وتحضيرهما للقيام بهذا التحويلات. وموجودة هذه الشركات الصغرى على مستوى الوطن، كما قلت أكثر من 581 شركة، والتي أكملت البرنامج الأولي، ونحن في صدد التحضير للبرنامج الثاني. هناك اتفاقيات مع كثير من الوزارات للوزارات للقيام بتشييد برنامج سيد رئيس الجمهورية في الميدان، والذي كان من مخرجات اجتماع مجلس الوزراء في 18 نوفمبر 2021. في الحقيقة البارحة كانت اتفاقية تنفيذ، كنا قد أمضينا في شهر مارس اتفاقية بين الوزارتين، وهناك كثير من الاتفاقيات كما قلت مع وزارة السكن، مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين، مع ننتظر كذلك تشييد الاتفاقية مع وزارة الصحة ومع بعض الولايات التي كان لها تجاوب مع تشييد برنامج السيد رئيس الجمهورية. وإحنا بعض الولايات انطلقت فيها العملية، والبعض الولايات الأخرى هي في صدد تنفيذ الاتفاقيات أو الإمضاء على الاتفاقيات. أعود إلى سؤالكم فيما يخص تشييد الاتفاقية بيننا وبين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. تمت البارحة انطلاق رمزي لتوزيع المصابيح ذات الجودة من نوع لاد، وكذلك سخانات المياه بالطاقة الشمسية على مجموعة من المدارس والزوايا. وكانت انطلاقة كما قلت رمزية، خصت أولا مجموعة من من من
من المساجد ودور العبادة والمدارس القرآنية وحتى الزوايا. وتخص في المرحلة الأولى 1673 قاعة مسجد. وكذلك في نفس الوقت قمنا بانطلاق رمزي لاستعمال أو توزيع 880 سخان مائي. تخص في المرحلة الأولى بعض موجودة خاصة في المدن البعيدة، والتي هذه العملية نريد من ورائها اقتصاد فيما يخص استعمال الكهرباء وعند ترشيد الاستهلاك، لأن هذه المصابيح من نوع جيد، مدة الاستعمال هي 10 أضعاف المصابيح الكلاسيكية. ثانيا هي ذات جودة عالية. ثالثا الاقتصاد الطاقوي يصل إلى أكثر من 80%. مثلا لكان المسجد يدفع 10,000 دينار في الفاتورة، تنزل إلى أقل من 2000 دينار. يخص هذا المشروع كذلك المرحلة الثانية سوف تأتي، وهي اقتناء 3 ملايين مصباح من نوع LED، من نوع الجيد، من نوع ذات كفاءة فيما يخص الاستهلاك الطاقوي. وهنا أشير إلى أن أكثر من 40 مصنع جزائري لهذه، الحمد لله الآن كان أكثر من 40 مصنع جزائري للمصابيح ذات الجودة العالية. المناقصة مرت عبر القنوات الرسمية، على قنوات الجرائد خرج، وسوف إن شاء الله هناك لجنة وتفتح الأظرفة إن شاء الله يوم 10 أوت المقبل. وتخص هذه العملية كثير من المؤسسات الوطنية وحتى الخواص. خصصنا من هذه 3 ملايين وحدة، خصصنا 500,000 مصباح للمساجد وللزوايا وللمدارس القرآنية. كلمة أقولها أن وزارتنا تضمن 50% من مصاريف هذه المصابيح، والبقية على عاتق وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. كما قلت كانت من مخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 18 نوفمبر 2021، تعميم استعمال الطاقة الشمسية في مناطق الورد الشريس والجرجرة والأوراس. كانت مراسلة مباشرة بعد مراسلنا الولايات، وهي تقريبا 14 ولاية موجودة في هذه المناطق. المرحلة الأولى كانت 4 ولايات من مجموع هذه الولايات استجابت بصفة عفوية وبصفة سريعة، وأمضينا الاتفاقيات ونحن في صدد تشييدها ميدانيا. بقية الولايات، ولايات حتى الولايات الجديدة كولاية المغير وعين صالح، وأدخلناها في هذا المشروع لأن يصر السيد رئيس الجمهورية على إيصال الطاقة والطاقات المتجددة إلى المناطق البعيدة خاصة مناطق الذل. كان هناك في الحقيقة برنامج مسجل حتى في وزارة الداخلية والجامعات المحلية، و منذ بداية عهدة السيد رئيس الجمهورية، و
بقات بعض المناطق نحن في صدد إكمالها لتعميم الطاقات المتجددة والإنارة الذكية والإنارة أقل استهلاك للطاقة في جل هذه المناطق التي أشرتم إليها. هي في الحقيقة الأرقام كما قلت نموذج الاستهلاكي الطاقوي، عندنا معلومات، لأن لازم تعرفوا بلي إنتاج أو الشبكة الآن إنتاجية للكهرباء هي أكثر من 24,000 ميجاوات، والاستهلاك حتى في الذروة لا يتعدى 17,000 ميجاوات، لكن هذا الإنتاج يأتي، إنتاج هذا الكهرباء هو مصدره الغاز الطبيعي، ونحن نريد أن نقتصد هذا الغاز، لأن الغاز كما تعرفون جيدا أصبحت مادة تستعمل حتى في ال كما يسمى بال الجيوستراتيجي أو الجيوسياسي، ولهذا نحبذ، لأن بما أننا الحمد لله حبان الله بهذه المادة، مادة الشمسية متجددة غير مكلفة نظيفة بساعات كبيرة خلال السنة. مشروع سولار 1000 هو برنامج أولي من مجموع 15,000 ميجاوات حتى 2035، هو مسطر في برنامج الحكومة. هذا العائدات هذا المشروع، أولا إنتاج 2200 جيجاوات ساعي من الطاقة الكهربائية سنويا، زائد اقتصاد أكثر من 550 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في كل حصة تاع 1000 ميجاوات، أكثر من 1.2 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يتم تجنبها، تجنب البيئة. وعندما أتكلم عن تجنب 1.2 طن مليون طن من انبعاثات غاز، فهذه تدخل في ما يسمى بالتزامات الجزائر الدولية، وحتى غدا تغطي صادراتنا من المواد في المواد خاصة في اتجاه أوروبا وآسيا، وكذلك تسمح لنا بالحفاظ على الموارد الأحفورية، وكل 1000 ميجاوات يخلق 5000 منصب عمل بصفة مباشرة، خاصة وأن هذه البرنامج يخص الهضاب العليا والمناطق الصحراوية في المرحلة الأولى، هناك مدينة الأغواط، ولاية الأغواط، ولاية المغير، ولاية بشار، ولاية واتسوف وورقلة، والدور في المناقصة الثانية الولايات الأخرى كإن شاء الله ولاية المسيلة وولاية البيض، والمرحلة الثانية حتى ولاية بشار لاستكمال هذا البرنامج اللي هو مسطر حتى آفاق 2035. يسمح هذا البرنامج بتنويع الاقتصاد الوطني بالتنمية، كما قلت التنمية المستدامة، وخاصة احترام التزامات الجزائر الدولية وتطوير صناعة، بما أن هناك كثير كما قلت كثير من الشركات التي أنجزت مشاريع في كل مناطق الوطن اللي هي مرتبطة بهذا البرنامج، تنتظر أسواق، تنتظر مشاريع ل 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
أرباح لأرباح، وكذلك بصفة غير مباشرة تطوير نسيج من الشركات المصغرة وشركات المناولة لتعمل في مجال الطاقات المتجددة. وكذلك هناك كثير من المناصب غير مباشرة، مناصب الشغل غير مباشرة. مضينا على كثير من الاتفاقيات خاصة مع البلدان المتطورة التي لها سبق وتجربة كبيرة فيما يخص استعمال الطاقات المتجددة. هناك إيطاليا، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الدنمارك، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، الدول المشرق العربي. أمضينا اتفاقية أولى، اتفاقية إطار مع إيطاليا، وهناك اتفاقيات أخرى هي مبرمجة في الأشهر القادمة. وهذا تفتح الجزائر على هذه البلدان يأتي بفوائد كبيرة ندرسها. وكما قلت لنا نموذج تطوير طاقوي في خصوصيات وطنية يدخل فيها كل المقاييس الاجتماعية والاقتصادية وحتى الظرفية لجذب هذه التكنولوجيات، تكنولوجيات تطوير الطاقة المتجددة، خاصة أتكلم عن تطوير الهيدروجين والهيدروجين الأخضر الذي أصبح كطاقة بديلة، طاقة بديلة في السنوات المقبلة. هناك بداية تشييد بعض عملية تطوير هذا الطاقة أو هذا المادة، ونحن باحتكاكنا مع هذه الدول نكسب كثير من التكنولوجيا التي نريد جلبها إلى الجزائر للاستفادة منها في تشييد هذه الصناعة محليا إن شاء الله. طبعا 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 وزارة، حتى وزارتنا تعمل مع كثير من الوزارات. هي وزارتنا وزارة أفقية تعمل مع وزارة المنتدبة لاقتصاد المعرفة، اقتصاد المعرفة والشركات المصغرة. وتكلمت منذ قليل عن تحويل السيارات من غاز البترول إلى غاز المميع. هناك شركات مصغرة نعمل لأجل إعطاء فرصة لشبابنا للدخول معنا في تشييد هذا البرنامج، برنامج طموح في مجال الطاقات والطاقات المتجددة. لنا ثقة كبيرة وكبيرة جدا في المستقبل، مستقبل البلد ككل إن شاء الله للنهوض باقتصادنا الوطني. نعمل دون هوادة لتشييد فيما يخص وزارتنا لتشييد برنامج السيد رئيس الجمهورية لتشييده ميدانيا. ووضعنا الأسس لنجاح المشروع، مشروع اللي هو مسطر في الحقيقة. بدينا بالأساس ووضع الأسس، وهي الاستراتيجية المستقبلية، كذلك القانون انتقال الطاقوي، النموذج الطاقوي، اتفاقيات مع كثير من الوزارات، برامج طموحة ستأتي بالفائدة لا محالة. وكل هذا من أجل إدماج هذا التفكير الجديد والتفكير الجديد حول الاستعمال الطاقات النظيفة، وهي الطاقة الشمسية المتجددة، واللي الجزائر كما قلت حباها الله بطاقة كبيرة، والحمد لله الحمد لله. لهذا كما قلت نظرة متفائلة،
وأتمنى النجاح لكم كشباب، وإن شاء الله وقت قطف الثمار ثمار هذه النجاحات تأتي إن شاء الله غير بعيد، هذا مستقبل في المستقبل القريب إن شاء الله. بارك الله فيكم مرة أخرى.